والله اجابتهم ناقصه ليش؟ والله ظلمتوني لكن حلو عشان والله ما اعطيت احد اجابه زيكم أمس انت ما جيت ريان دقيقه دقيقه بسيطه يعني ما عنده عاده سؤال لو انه برا مثلا اذكر لي مثلا ثلاث اشياء ذكرت اثنين وواحد ما ذكرت لك هذا يعتبر صفر على طول؟ لا حيجيكم ثلاث اربعه ايوه الشباب اغلبكم يقولوا مقفلين المايكات لا شغال البطاريه طيب لا شوف امس انا ترجيتكم لما هو ذكر قلت في نفس القصه حتى الشيخ قال لي لا قريب لهم شفير من ابو ريان ابو ريان ريان شوف والله الامور بسيطه وحنا اخوان كلنا نجاوبون جواب لكن لا نتناقش ما في الاول في قبل الاسابيع الماضيه السقايا اذكرنا مهدت لهم حتى انا مهدت لك ممس بس في الكلمات في شيء يقبل احيانا تجيب معنى قريب ممكن يمشي بس هي لما اقول لك عدد وتجيب واحده ولا ما تجيب ما يمكن الكلمات احيانا اذا كان من المترادفات تمشي اشهد بالله انك وافي مدرس ابراهيم ايوه مدرس والله ايوه ما احيانا ما يعطيك الطالب تجيب مثلا اربع خيارات يجيب لك ثلاثه واحده ما يجيب يعطيك ايش تحسب لها ايوه الله سؤال كبير شكله ما يمشي ايوه كم بتحط نص ربع لا انت طلبت منه اربع وجاب ثلاث طيب بس باقي واحده ما جابها تدرس انت كامل صراحه بس هو يعتبر ان كان شفهي جاوب لكن في التحرير يفرق طيب شغله ما الشغله في ايفون بتفرق لا 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 النقطه ما تجزا لا صادق المهم يعني ما بقي الله يكرمك ما بقي الا القليل وجهزوا لنا الجوالات تمشي لا وبعدين في احد الجماعه اللي هنا يعني مره طايحين يعني لو بطياره ما يلحقوكم انا عندي لك ريان شايف خلاص هو اليوم تقريبا النص شايف ما حيلحقوكم فلازم ترفع معنوياتهم يعني ها بريان شوف الحكمه انا عندي هذا لازم يراعي في المدارس الفروق الفرديه صح انا عندي هذا التلطف في التعامل بكره بعد 10 دقائق او ربع ساعه من القصه قالوا شباب نوقف شوي بس تغير جو لهم والله عشان ما ينام بس طيب. انا والله فكرت فيها بس اظن صعبه لا بالله مو القران يقول اوقف ولا شيء انا اشوف انها عاديه جدا لا 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 والله احسها مش والله انا في صح شكلا اي صح لا انا طلعت حقيقه هذا هي دوركم انتم الحين انت رحت امس خلصت النشيد النشيد الثاني عم خلص من اول خلص باقي مين انت يلا توكل على الله بسرعه خليني نخلص ما حد معاه سيارة؟ أنا ما عندي سيارة. ومين كمان فرحان سيارة؟ ما معاه سيارة. مبسوط بدون مايك؟ ها؟ ما معاه. طب الحين نشوف ممكن نشوف أي أحد. نفس الاستديو عند رسلان صح؟ السهرة أهم من التسجيل. مشينا المسبح. خله شغال. والله. والله هنا خصم. شغله. شغلته. السهرة أهم من إيش؟ أهم من الله العظيم أنت كنت ليش تقول السهرة أهم من إيش أبو ريان تعال تعال جمعان دقيقة أبو ريان قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يمشون الشباب في السيل الحين لأن إحنا عندنا اجتماع بروفات عندنا سهرة إحنا بكرة هو عموما مو إجباري بس إلا ما راح اليوم خلاص بكيفه لأن لا يروح يروح يروحون بعد الستة ونص الهواء مين يبقى فيه ما في احد ما ادري هم احرار لكن ترى الاستوديو متى يشتغل انت احرار من جد يا ابو الفرق ما الفرق سبع نقاط خلاص ترى باقي اربع ايام لا 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 انتهى الامور قريبين بين ثلاث نقاط ضرب نقاط وين كان اربع نقاط كيف بيجيبونها وانت ما تجيبون النقطه بس برضو السقايه معانا في المنافسه لا خلاص يعني خليك ترى في اخر جولتين تتغير الدوري ده على الراي على الراي بنت لي لا جوا الايفون عادي بنسيبها سحب في الانستغرام برقد اول مره اشوف محمد عمر راقد اليوم في المسجد وين هو من يوم طقطق علي عند فطري من بعد صار ينام لا والله اول مره اشوف اليوم يعني. رهقت كان صراحه عند فطري بدر يا اخي بدر عوفي ما شاء الله ولا بدر مطرفي اطالع رقبته كذا بدر اسمع شر يا اخي انا فيني النوم بس يا اخي ما ادري كيف ما اعرف اطول اول ما تنام تدخل في النوم يصير راسك زي النفخه خفيف اي والله كذا فجاه يعطيك مقص على جنب مشكله يا اخي تحس شكلك بايخ بالذات لو يطالع فيك الشيخ يلا ما لها سنه والله تخيل طالع فيك كذا بس بدر ولا اشرح لك وانت طالع فيه لا بدر مركز خلوه يجاوب المره الجايه
هو قام جاب الورقه اليوم، جاب الورقه معي الدوافير ما شاء الله عليه، جاب الورقه و... ما يقصرون. احنا مريحين لسه، انا اختار الاسئله بس بدر للسهرات بس استخدم للسهرات كذا ما شاء الله عليك يا بدر. مبارك اينما كنت يا بدر. ها اقول مبارك اينما كنت، اينما حل نفع ما شاء الله. الله كيف بدر يقول لك انا احل وانفع. ايه بدر يقول لك كلام كبير. ها والله كلام كبير يا اخي. كالغيث يعني كالمطر يعني ما شاء الله. الغيث والمطر صدق اول مره ادري انا. اي لا بس يعني زيدك من جدك؟ جاك الثاني يقول من جدك. استهبل اطلع الززله. الغيث هو المطر. من جدك. ايه اينما حليت بدر تروح تسجل محمد رشيد في السهره. اروح اسجل محمد رشيد في الحفل النهائي في المطبخ. لا انت لا انت هارموني ولا لا لا قصيده قصيده. لا هارموني هارموني قصيده. شايف الدباب ذا؟ ها؟ هارموني هارموني خاصه الدباب. هلا كيف بالله؟ عبد الحربين راح يسجل معهم؟ عبد الحربين جالس يحسب النقاط في المسجد. عنده اوراق تعقيمه تعقيم. عبد الله الله حتى اوراقه الساعه 7 يطلع من هنا. هو عبد الله مدرس. ها؟ عبد الله؟ مو مدرس. بدر بدر شغال في جامعة. ليه ما تناقش الشيخ بحده اذا ما جاوبت زين ولا شيء؟ ليه عنيفين للفريق ما شاء الله؟ شو ياكلون؟ الشباب يوفون وكفهم. يقول الجوائز بنتلي ولا ايش؟ والله شو ما يقصرون. وش الهدايا؟ انا اللهم اوكي شباب كيف الوضع؟ اوكي خلاص انا مش عندي عمران واحمد رمشي بس. وانت نايم ان شاء الله بيجيك ايفون في جيبك باذن الله. سيب سحب في الانستغرام ما عندك اي مشكله يستاهلون. لا يا بدر لا كيف بالله؟ خله في السناب يا اخي. كانه محس انه الجوال ينكسر حقي. طلع علي ينكسر. يوم تكلم العامل الايفون وانت تكلم العامل ينكسر. الخرجه كم؟ ما ادت له طاع من فوق كذا. سير تعطيهم القديم تاخذ الجديد. لا اله الا الله استبدال. اخس ضمان يا اخي. انا ما تسحرت. ايش الوضع؟ خليك صحيناك. لا لا ما يبغى تعبان. طيب مالي فيه. قال التيس التيس حق المغرب والله اني شبعان منه. وين ما تسحرت؟ نروح الطائف نفطر نرجع. لا القنفذه انا قلت لك امسك خط القنفذه. قنفذه؟ عسى شر تطمن انك كذا يعني. لا لا رفحه رفحه مش خط. لا كذا بعيد رفحه توصل لها توصل زياده. هو السفر 70 كيلو صح؟ 80. انا سمعت فتوى كل ما سمي سفر هو سفر. اوه اخ جالك. ليش مسك معكم فتاوي بعد الفجر؟ ايوه خلاص ما ادري والله. حصاد بعت لسانك وروح نام. تخيل بس انك مشتهي تقاطيع. لا قماش لا هذا يتعذب. الرجال مشتهي تقاطيع يا بدر. الله تقاطيع تميس حار كذا. تقاطيع مع تميس مره ما يجي شباتي. والله اي زي كذا شباتي تميس العادي. شباتي انتبه. تميس العادي قريب من الشباتي. لا وين قريب؟ وين قريب وين؟ لا لا هو يقول تميس في صعارير. يا اخي الشباتي صعارير؟ ايوه بس هو ذا. والشباتي ما فيه سادة. انا في الرياض ذاك اليوم زياد انا في الرياض ذاك اليوم الف الف واشوف كذا مطعم في مراصيع كاتبين كذا مراصيع طازيز المراصيعيه. ايش ايش ما اعرف الاكلات هذه. مراصيع ومطازيز وفي حاجه ثالثه. ايش هي المراصيع والمطازيز؟ في كمان حاجه كذا جريش قرصان. لا في حاجه والله خذ الف الف ما ادري والله ايش هي بالضبط. صورت اللوحه افتكر والله. سحبلاتي. لا هذا ما وقفوا البيع. البلدية وقفته. وقفوه صح؟ وزارة النزاهة قالوا له خلاص. ايه فساد فساد. ايش هي المراصيع؟ موسى ايش هي المراصيع؟ ايش مراصيع بدر؟ المراصيع هذه زي ال زي الخبز الصغير. هي خبز صغير كذا على سمن عصاج ومع يجي معاه شيرة يجي معاه كشنة يجي معاه كويس يعني. كيفك ايه على مودك. يا جماعة الخير خلنا مع الكاكاو ذاك اللي اسمه يعرف ابو نوتيلا. ايه ابو نوتيلا ابوه يدورون ما يلقون تمويه ما يلقون ابوه. فهمت جلطه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ان شاء الله تبارك الله. بس هنيك والله اليوم نايم انت والله هنيك. اخيرا شفت محمد عمر نايم. باقي شويه. شفت يا اخي انبسطت ودي عند جواز سوداء. ما عاد بقي احد غير الشيخ وابو ريان. انا طفشت. انا قمت من المكان اللي فيه رحت في وجه قدام ابو ريان. ابو سعد نام يمكن ثلاث مرات وحلم وصحي و... انا اضحك على بدر اول ما جالس على الكرسي هذا حق المصحف يضبط عشان يغطي على الطوع. مشكله يده طالعه من الاطراف. هنا يفرفر بالدراجه اقول له دحين بيجي بيت الخليل لبدر بتنام. وهذا بس صحي وقت الاجابه السؤال الاخير صحي. لا مو صحي اكد لاحمد. اي صح صح احمد صح. لا قال له انت ما كنت معاهم ما ادري ايش ورجع كمل.
الله يزينها ان شاء الله. بيت الخليل زي امين زي سفرة رمضان، اخر خمس ست ايام ما تلقى له في سمبوسه وحقت اول يوم يابسه والله من يوم ما في له سته اخر يوم ابو ريان ومطوع لحالهم شباب يا شباب نقطه شيء نأجل السؤال بكره، نأجل السؤال نرجع التصويت مره ثانيه. لا لا اليوم 15 خلاص باقي اربع ايام بالضبط يا رجل. اليوم 15 ولا؟ اليوم 15؟ ايوه. لا مستحيل. لا لا مو 15 هو 14. ايوه انتم سهرتكم كانت 14. انت اذنت متى؟ انا انا اذنت امس. اسالك بالله باقي اربع ايام. اليوم 15 باقي اربع ايام. اليوم 15؟ الله يعني عندنا اليوم انا؟ الظاهر انت عندك اذان 15 العصر؟ اذانك متى انت؟ انت مو اذانك كان امس العصر. ما ادري اول امس خليت خالد حامد ياذن. كان حامد. اللي اذن وما قام الصلاه. اي يوم كنت مسكن في حلقك. كنت مسكن في حلقي. خلاص 100 نقطة راحت عليك ما ادري. والله لا لا عذر يا حبيبي. الصلاة تشفي في عندي ورقة ورقة بالمستوصف. ترى ابو كاتب يقول وين العذر؟ ما ادري وين الوقا؟ وصلنا له فاكس. ما عليك تشيل هم. هي صلاة كانت مصدقة ها؟ هي صلاة كانت. اساسا ايش العصر؟ اي العصر اي العصر اي خلاص باقي عندي هذا العشاء اتوقع اليوم. انا اذنت العصر امس. والله ما شو نظام الكلمة طيب؟ لازم اقرا الكتاب يعني؟ اذا عندك شيء في بالك مو لازم تقرا من الكتاب. تخيل بس انا لازم يجبرونك على شو اسمه. لا 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 انا ما اخذت الكتاب ولا فريته ولا جيته. في لا في كم واحد صح القى غيب في كلمتي. تمام. لا هو ما شاء الله بدر يقدر يلقي غيب. انا اقدر القي كلمه عادي اسمع بس تحملون يا جماعه. كانك في الصلاه الحين خلص. كالغيث هذه حق المطر كالغيث. عادنا شيء يعني فيه موعظه شيء فيه توصيل فكره حلوه بس لا يبكينا بس زي كذا. انا اخي انا ما يجيني شو اسمه الاسترسال في الكلام اللي في المسجد. الملائكه تكون حافتك هنا. لا انا هنا يعني اتمنى اعرف ايه كيف اوصل فكره. ايه بدر مغامسي ها بدر شوف لازم كرسي كبير. بدر مجاري لازم كرسي كبير. لازم صدى لازم صدى يا جا جا يوم شكو خير ذيك كل واحد ياخذ كاكاو ما ادري شوكولاته كذا ويقول معلومه طلع صدق ولا بريال ما ادري ايش كانت صدق قال والله بتكلم من هنا لين الفجر ما راح اخلص. والله هذا الصح يا اخي ما في وقت الرجال يبغى يسترسل بالايات بالاحاديث نعم بالقصص. انا قلت والله شفته جاي قلت اخيرا بدر عطف موقف جدي لازم يقول ذا كلمه. قال والله جماعه الخير الصدقه بتكلم من اليوم لانه في حقها. نعم صح والله يا جماعه ايش قاعد تقول شيء غلط لانه فيها حقها هذه متعوب عليها صحيح. اول شيء بحقها انت تعبت المخرج فوق الحين الله يرحم امك اقعد هذه اشغلتني عند راسي. انا رحت هنا اقعد ثلاث دقائق والله ارقد تعال بس كذا خليني اتك هنا خليك جنبي بدر المشاري بدر قام يمشي انت بدر المشاري الله يزينها من عنده يا شباب يا رب خلاص اربع ايام ان شاء الله اي والله اي والله اربع ايام خلاص. وجهتك وين؟ وجهتك وين بعد اربع ايام؟ جده. لين؟ مصر. عيدك وين ان شاء الله؟ جدة عيدي ان شاء الله باذن الله عيد مع اهلي زي بعدين يعني تاريخ كم بتسافر ناوي ان شاء الله؟ بحول الله وقوته. تاريخ كم؟ 19 وين؟ 11 دوامات يا شيخ والله على حسب دوام لله عز وجل مره وانت يا عمران؟ والله في اكثر من اختيار ومن فكره على حسب الجائزه تعرف اللي تجيه يسافر. اي والله حظ اللي بيجي المركز الاول احس كيف يطمح بسفره قوية. لا لا والله 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 ما سافر يجلس مبسوط الى الحج. اقول له ما سافر اللي اخذ المركز الاول يجلس مبسوط الى الحج. بس استعلام على الرصيد كل شويه. كل ما بيعمل يعني كل شويه استعلام على الرصيد. ناس يعني ناس بدر ممكن تقعد هذا شغلني في الاربيز. ابشر ابشر الله يرضى عليك. يعني ناس عندهم الوناسه ما عندهم شيء عزم من الوناسه ممكن ياخذ له دين ويسافر. محمد الشمري خوينا الله يذكره بالخير الكويتي يحب شيء اسمه السفر. عليكم السلام الله يحييك. الله بالنور يا مرحبا. نسولف ابو جميري عن اللي بياخذ المركز الاول حظه بالفلوس ما شاء الله. احسه بيسافر سفره قويه. هنا؟ ايه ابشر بسفره. انت ايش مرتب له ان شاء الله؟ انا بسافر لامي ان شاء الله. حلو ساحل تسوي. اقول لك حاجه؟ ايه تدري يوم 24 و25 10 انا وياك في حائل ان شاء الله. متى؟ 24 10 25 10 حلو هجري. عندنا ارتباط في حائل. انت رزقت لابو سعد؟ اي نعم. بيض الله وجهك. وجهك يا غالي. اوكي نتفق بعدين كل شيء. انت مسافر كويس رايح حائل كويس. لا احنا انا عندي في اول يوم العيد في حائل ان شاء الله. ما شاء الله اول يوم العيد. اول يوم في العيد؟ خليني اشرب مايك اول. لا شغال شغال. اول يوم في العيد حائل؟ اول يوم في العيد عندي ان شاء الله في جمعيه دار ايتام في حائل. يا مرتين مع اهلك. ما شاء الله. و24 و25 تقريبا. برضه حائل. متى ابها؟ ابها والله ما ادري في 15 16 الحين ما اقرر شيء.
انا بعيد جبهه على كل حال ان شاء الله.